لو الحكاية فيها إن فيتو طب هو إزالة بريز بتقدم؟ يعني تزرى واحد زيادة حوالي 40-45 والبيع دلوقت أكثر من ولا المشكلة؟ جديدة يعني شايف مثلا الإقبال على المستعمل أكثر؟ طب المستعمل زاد بنسبة قد إيه يعني؟ شايف السبب إيه يعني؟ شايف الوقت الإقبال على الشارع المستعمل أكثر ولا قبل كده؟ والله مش قد إيه أصلا واقفة من بعد موضوع القرار بدينا برضه أساسا مش قد إيه 100 ولا مش قد إيه. طب المستعمل زاد بنسبة قد إيه يعني؟ يعني مش أقل من نسبة 150. شايف إن لسه في ناس بتشتري جديد وكده ولا؟ بالنسبة للمستعمل شغال أه مش قد إيه. برضه لما بيجي يقرر سعر المستعمل يزيله يقول له طب خلينا ندفع كده طب أنا أطلع حولي بقى بالنسبة للبنك وخبرك مش بقى فيه. Vivo.